Moroccan History X. 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 مراكش، جوج نوفمبر عام 1756. تولى السلطان سيدي محمد بن عبد الله حكم المغرب بعد وفاة باه المولى عبد الله، اللي كانت فترته بحال اللي شفنا في الحلقة اللي فاتت كلها حروب مع خوته، فترة دماء وحروب أهلية سماها المؤرخون أزمة 30 سنة. مر فيها المغرب والمغاربة من سلسلة طويلة من الكوارث الطبيعية والمجاعات والحروب والأوبئة، والمفارقة هي أن ديك المشاكل ديال ديك الفترة هي اللي خلات بيعة السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد الله تمر بسهولة. في كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب كيقولنا الكاتب أن المغاربة ديال ديك الوقت بعد كل اللي شافوه داز عليهم كانوا صافي، ملوا من عدم الأمن وعدم الاستقرار، عيوا من الفتن وفي نوم الحروب. فلما مات المولى عبد الله فضلوا أنهم يجتمعوا حول سلطان واحد لعل المستقبل يكون معاه أحسن. وفعلا السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان عنده أثر طيب عند الناس، حيث حتى قبل فترة حكم باه مشيته هو صغير مع جدتي خناتة بنت بكار للحج، فالرحلة اللي كتب تفاصيلها الوزير الإسحاقي وجمعها المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي في كتاب اسمه أمير مغربي في طرابلس، هاد الرحلة أثرت فيه وخلاته يحتك بناس وبعادات مختلفة ويتكون عنده وعي سياسي مبكر مقارنة بالسن ديالو. هادشي غيبان كثر من اللي غادي يتعين سنين من بعد وهو عنده غير 25 عام والي على مراكش، فغيقدر يخلي قبائل المنطقة تطلب الرضا ديالو، ويقدر تيوقف ثورة عبيد البخاري اللي كانوا عاثوا في المغرب فسادا، فيرفض بيعتهم ليه ويصالحهم مع باه السلطان بدون ما يلجأ للعنف. عليها ما كانش غريب انه في الايام الاولى السلطان الجديد يظهر عدل وتفهم نحو رعيته، أعطى المحتاجين وسمع المشتكين، استقبل الوفود وأجاز الناس بالهدايا والخيول والأسلحة. باختصار بان للمغاربة أنه سلطان مختلف على من سبقه. لكن السؤال هنا، واش هاد النية الحسنة غتكون كافية باش سلطان يقاد بلاد تدمرت وتهدمت في 30 سنة؟ واش هاد النية الحسنة كافية باش المغرب يسترجع ازدهاره وقوة جيشه؟ منين غادي يجيب السلطان هاد الفلوس؟ باش نفهمو مزيان أجي نعاود لك حكاية السلطان سيدي محمد بن عبد الله من الأول. السنوات الأولى من عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كانت سنوات لإصلاح ما دمرته الحرب. غهو الإصلاح كان خاصه فلوس، فالسلطان اللي كان معروف بالعلم والتدين ديالو واللي نشر من بعد كتب باسمه بحال كتاب الفتوحات الإلهية واللي بدا ما كنعرفوه دابا بالدروس الحسنية، استشار مع فقهاء فاس وخد منهم فتوى بجواز فرض ضريبة جديدة زعمة توفر مداخيل أكثر خزانة الدولة الخاوية. لكن بزاف الناس عرضوا الفكرة، إما لأسباب اقتصادية بحتة حيث ما عندهمش، أو حيث كانوا مستفدين من السيبة اللي كانت في الوضع السابق. عليها السلطان في السنة الأولى من توليه غادي يبدأ بالأهم، فرض إرادة الدولة على الجميع. في الأول غادي يتجه بجيشه نحو غمارة اللي رفضت قبيلة الخماس فيها تبيعه، حيت رجل تما فقيه كيدعي التقوى اسمه العربي بوسخور الخمسي كانوا الناس متبعينه حيت كانوا كيعتقدوا انه عنده اتصال بالجن. هذا الرجل ادعى ان السلطان غادي يموت وان حكمه ما غاديش يطول، فالناس تيقوه وما بغاوش يبيعوا السلطان، لكن في الحقيقة هو اللي ما طولش، وصلت الجيوش وقتلوا السلطان وعلق راسه في فاس ورجع في حاله المكناس. لكنه من اللي وصلها دخلها مريض ومقترب من الموت، ظن الناس أن سبب مرضه هو قتله البوسخور، فبدا الهرج وتسابق المغاربة لادخار الأغذية والاستعداد للأسوأ. قتل رجل صالح هو علامة نحس، هكذا كانوا كيعتقدوا المغاربة. لكن اللي وقع هو أنه بعد أيام من الانتظار ما وقع والو، السلطان برا من مرضه وخرج سليما معافى، ووراها بدا رحلة تفقدية للمدن المغربية الساحلية، فخرج من مكناس إلى تطوان وأمر فيها ببناء برج مرتيل، ومنها مشى لطنجة، وفي طريقه ليها حاول أنه يختبر دفاعات الإسبان في سبتة، فملي شاف أنه من المستحيل عليه محاصرتها حاليا كمل إلى طنجة ومنها العريش، ثم مسلى فين أمر ببناء السقالة المعروفة دابا بالسقالة القديمة، وراها رجع لمراكش، وفي عام 1760 أمر ببناء مدينة الصويرة باش تكون ميناء المغرب الرئيسي للمبادلات مع الخارج، وبدأ سلسلة من الحروب، في الأول ضد جيش الوداية اللي ظنوا أنهم يمكن لهم يعملوا ما بغاو،
وبعدها ضد أمازيغ الأطلس، وفي الأخير ضد جيش عبيد البخاري، اللي كيقولنا الكنسوسي في كتابه أن السلطان باش يتخلص من شرهم للأبد عمل حاجة عجيبة، وهي أنه حرض القبائل عليهم وذكرهم أن هالجيش في الأساس هم عبيد، فاللي خد منهم شي حد فهو عبد دياله، فتخاطفهم الناس، واللي بقى منهم فرقهم السلطان على المدن والقرى أو احتفظ بهم كجنود في جيشه، فاستقرت الأوضاع وهدأ مؤقتا الأعداء ديال الداخل. لكن ماذا عن الأعداء الخارجيين؟ أنا نقول لك، في 31 مايو عام 1765 ظهرت السفن الفرنسية في سواحل سلا، مباشرة بعدها بدأت في قصفها للمدينة. السبب هو أن قراصنة مغاربة هاجموا سفن فرنسية تجارية وأخذوها بما فيها. يقولنا الناصري في كتاب الاستقصاء أن الفرنسيين كانوا باغيين زعما يرجعوا الصرف للمغاربة، فبدأوا كيقصفوا المدينة 3 أيام، جمعة والسبت والأحد، لكن الحصيلة ديالهم كانت تقريبا والو، مات مغربي واحد بسبب القصف. من بعد جات ريح قوية أجبرت السفن الفرنسية باش تبعد على الشاطئ المغربي. ظن المغاربة أن الأمر صافي انتهى وأن الفرنسيين مشاو في حالهم، لكن إلا السفن ظهرت في 25 يونيو من نفس العام، وهذه المرة في ساحل العريش، وما تعطلتش وبدأت في قصفها حتى هي، وهذه المرة كانت الأضرار فادحة. وباش تكمل، نزل الجنود الفرنسيين في مراكب صغيرة نحو الساحل، وطلعوا مع مصب واد اللوكوس نحو سفن المغاربة اللي كانت مخبية في الواد، فحرقوا وحدة منهم كانت ديال السلطان وهرسوا أخرى. وملي كملوا شغلهم وبغاو يرجعوا في حالهم، جبروا قبائل الغرب وبني قرفط جاو كيستناوهم. اجتمع المغاربة على الضفتين، وكل ما كان الفرنسيين كيتقدموا شوية على طول الواد نحو المصب، كانوا المغاربة كيضربوهم بالقرطاس. ملي ما بقاش القرطاس كافي، سبح المغاربة نحوهم، قلبوا بهم المراكب وتقاسموهم كيف ما كيحكي لنا الناصري بين أسير وقتيل، حتى أنهم من 15 قارب نجا 4 فقط. وأيام من بعد، ملي جا السلطان سيدي محمد بن عبد الله، جمع الأسرى منهم من ناس مقابل فلوس وكسوة، وبقوا عنده إلى أن توسط في إطلاقهم ملك إسبانيا من بعد. أما القتلى فعلقت رؤوسهم في سلاف السقالة قريب من فنكاين ضريح سيدي بن عاشر، إلى أن جاء الفرنسيون من بعد من أجل الصلح. في كتاب المحميون كيقولنا الكاتب السي محمد كنبيب أن فكرة السلطان كانت عكس فكرة الدولة المركزية القوية اللي كانت في عهد جده المولى إسماعيل. فعوض ما الدولة يكون عندها جيش نظامي محترف كيكلف الدولة فلوس بزاف، وتكون معتمدة غير على الفلوس اللي كتدفعها المدن والقبائل كضرائب، استراتيجية السلطان سيدي محمد كانت هي أن دولته خاصها يكون عندها موارد جبائية مستقلة، وديك الموارد هي اللي تضمن ولاء الأفراد لها. إذا بغيتي نشرحها لك بطريقة أبسط، فالسلطان سيدي محمد بغى الدولة ما تبقاش معتمدة غير على الضرائب، فإذا ما دفعتش تنوض أزمة. هو بغى مصادر أخرى، عليها هو اعتنى بالمراكب اللي كانت كتقوم بالقرصنة، ماشي غير حبان فيها وفلوس ديالها، لكن أيضا لإجبار الدول اللي كتمر سفنها من الشواطئ المغربية على طلب المهادنة وتوقيع اتفاقيات حسن الجوار، خصوصا اتفاقيات التجارة. حيث استراتيجية السلطان كانت هي أنه يشجع التجار الأوروبيين على أنهم يجيوا يبيعوا ويشريوا مع المغاربة. عليها في عام 1765 افتتح مرسى جديد ديال مدينة الصويرة، وفي عام 1766 استصدر فتوى من عند العلماء تبيح تصدير القمح للخارج، وأمر ببناء مدينة فضالة اللي كنعرفوها دابا باسم المحمدية، وأعد المرسى ديالها لهذا الغرض للتصدير. كيعاودنا الضعيف الرباطي في كتابه تاريخ الدولة السعيدة على الكميات الهائلة ديال القمح اللي كانت كتخرج غير من ديك الميناء، الشيء اللي خلى المدينة تكبر مع تسارع النشاط التجاري، ومعها المدن المجاورة بحال المهدية وأنفا، وهذا الشيء أدخل لخزينة الدولة مبالغ هائلة. الاستقرار السياسي والقرارات الاقتصادية الجريئة خلات التجار الأوروبيين يجيو بزاف لسواحل المغرب. المغاربة كانت عندهم سلع جيدة بأثمنة مناسبة، فالأوروبيين شراو من عندهم باش يعاودوا يبيعوها في بلادهم، والأوروبيين أيضا كانوا كيدفعوا مبالغ مزيانة، فالمغاربة ومعاهم الدولة حقوا ربح من هاد المبادلات. لكن مع تزايد التجار وتزايد المشاكل خصوصا مع القراصنة، كان لابد من تدخل دول هاد التجار لتطبيع علاقتها مع المغرب، أو لحماية ناسها العابرين من الشواطئ المغربية. باش تفهمني مزيان، خليني نعاود لك واحد الحكاية غتبان لك في الأول بعيدة شوية على موضوعنا،
لكن غي صبر وغادي تفهم علاش كنعاود لك. عام 1751 هاجم القراصنة التونسيين سواحل جزيرة كورسيكا في البحر الأبيض المتوسط. من بين الأسرى اللي خدوهم معهم رجل اسمه جاك ماري وزوجته اللي اسمها سيلفيا. بعد وصول سفينة القراصنة لتونس تبع الزوجين كعبيد لدي تونس الحاكم ديالها. عاشوا عنده إلى غاية عام 1759 فين تولدت للزوجين بنت سموها مارفي. وفي ديك الوقت نيت أب مارفي جاك ماري كان نال ثقة الداي وعينه مراقب للعبيد اللي عنده، فمن اللي قدر أنه يمنع مخطط لاغتياله داي كجائزة ليه منحو الحرية وعطاه فلوس باش يرجع بيهم لبلاده هو ووصلته. لكن قدر مسعود أنه بالنحس موعود. الزوجين وهما في السفينة اللي غادية الكورسيكا اعتراضهم قراصنة، هاد المرة مغاربة، أخذوهم معهم وباعوهم في سلا، وبعد أيام جبروا راسهم في مراكش عبيد ديال السلطان سيدي محمد بن عبد الله. لكن الاب ما سكتش، حاول انه يتلقى السلطان ويقول له انه اشترى الحرية ديالو والامان مع داي تونس. وفعلا اعطيت الاسرة فرصة للقاء السلطان، واثناء مثولهم امامه الاب روح كيتو والسلطان تيقو وسمح له بالرحيل مع اسرته باستثناء الابنة مارفي، امر انها تبقى مع الحريم في قصر السلطان. رجعت الأسرة الكورسيكا، لكن الأب اللي بقى عنده إحساس بالواجب تجاه بنته وبالندم أنه خلاها في بلاد غريبة عليها قرر أنه يجهز سفينة حربية يعود بها للمغرب ويأخذ بها بنته صحة من الغرباء. وفعلا جهز العدة وأبحر بالسفينة، لكنه قبل ما يوصل مات بالطاعون أمام سواحل سلا بدون ما يقدر يحرر بنته اللي كانت في ذيك الأثناء تحولت من مارثي إلى الضوية. في عام 1786 غنعرفوها باسم السلطانة الضوية، الزوجة المفضلة للسلطان سيدي محمد بن عبد الله وإحدى مستشاريه في الشؤون الخارجية مع ملوك أوروبا. المؤرخين احتفظوا لها بمراسلات وهدايا متبادلة مع ملكة إسبانيا ديال ديك الوقت، والتاريخ احتفظ بالمنزل ديالها اللي بناته لعائلتها والموجود ليومنا هذا في بلدة كوربارا شمال كورسيكا. الضوية في الأخير غتشوف عائلتها، غتستدعيها باش تجي تزورها في المغرب كيف مذكور في كتاب اون كورس سلطان دو ماروك. فأمها غادي تجي تعيش معها في العرايش فين غتسكن حتى هي بعد وفاة زوجها السلطان سيدي محمد، وغتبقى فيها لغاية وفاتها في عام 1799 فين غتموت طاعون الجارف اللي اكتسح المغرب بعد وفاة السلطان. علاش عاودت لك هاد القصة؟ غير باش تفهم ان امن الملاحة وخوف الدول من القرصنة خلاها تسابق الى طلب رضا المغرب وتوقع مع معاهدات تسمح لمواطنيها بالابحار والتجارة بامان في سواحل المملكة وحتى في السواحل القريبة منها بدون ما تتعرض لهجوم مغربي. السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان من مصلحته حتى هو تعزيز علاقات المغرب مع الدول اللي سبق لها وقعت معه معاهدات في الماضي، في انجلترا فرنسا واسبانيا، ومع هاد الاخيره اكثر. رسالته الى الملك الاسباني اللي طلب منه تخفيف ظروف اسر المغاربه اللي عنده محبوسين قابلها الاسبان بترحيب، فاطلقوا سراح المغاربه كبادرات حسنيه. فالسلطان عجبوا الحال كيف ما كيقولنا الناصري واطلق كل الاسبان الاسرى في المغرب. هادشي ادى الى بناء جسر من الثقه بين الجارين غادي يتطور مع الوقت باش يرجع علاقه صداقه حقيقيه بين الملكين. من جهه اخرى علاقة المغرب مع العثمانيين في عهد سيدي محمد كانت جد متينة، ومن اللي كيوصفها المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي في كتابه تاريخ المغرب الدبلوماسي فهو كيقول انها كانت جسر ممتد عبر البحر الابيض المتوسط، عشرات السفارات ماشية مجية، هدايا مقدمة من طرفين سواء كانت سلاح او فلوس او مساعدات اقتصادية او عسكرية. الامبراطورية العثمانية في ذلك الوقت كانت كتخرج من هزيمة الى اخرى، والسلطان المغربي المعروف بتدينه كان كيحاول المساعدة على قد ما قدر، حتى ملي عقد معاهدة مع النمسا كان ضمن المقابل ان النمسا تفرج على عدد من الاسرى الاتراك كانوا عندها، وملي جاو الروس باغيين يوقعوا معاهدة معه رفض بحجة انه ما يعاهدش اعداء للعثمانيين والمسلمين. حافظ المغرب في عهد سيدي محمد بن عبد الله على علاقات خارجية جيدة، لكن السلطان ملي كان الامر كيتعلق بالمسلمين فحال اللي شفنا او بالمدن المغربيه المحتله كان كيعتبر الامر مختلف. فرغم علاقته الطيبه مع كارلوس الثالث فهو حاصر مليليا في عام 1773
وملي اعترض الملك الإسباني بحجة أنه كين مهادنة بين المغرب وإسبانيا، جواب السلطان كان أن المهادنة هي بحرا لا برا، حيث مليليا كتبقى أرض مغربية. لكن لما نبهه الملك الإسباني أن الاتفاقية اللي عندهم هي فعلا مكتوبة برا وبحرا، وذلك بسبب خطأ كاتب السلطان اللي كان أسقط الألف فأصبحت جملة برا لا بحرا مكتوبة برا وبحرا، السلطان غضب وعزل الكاتب دياله لكنه امتثل للاتفاقية وفك الحصار على المنيلية. لكن هادشي ما انطبقش على المدينة اللي كانوا محتلينها البرتغاليين من زمن بعيد في جنوب المغرب. في 4 مارس عام 1768 حاصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله مدينة البريجة مازاغان أو الجديدة كيف ما كنسميوها دابا. هاد المدينة كانت بقات تحت يد البرتغاليين لمدة تقارب 267 سنة. هو كان حاول شحال هادي السلطان السعدي عبد الله الغالب استرجاعها، لكن جنوده انهزموا أمام الأسوار ديالها، وتا المجاهد العياشي في بداية ظهور العلويين كان حاول يسترجعها لكن والو ما قدرش. عليها الفكرة ديال السلطان كانت هي أنه بدل ما نغامروا بحياة الجنود نحاصروا المدينة برا وبحرا، وفعلا طال الحصار على البرتغاليين في المدينة. بغاو يتفاوضوا مع السلطان مقابل فلوس والو ما بغاش، بغاو يحاربوه من على الأسوار والو جنوده بعد. كتبوا لملكهم باش يبعث لهم المدد زعما، فجاوبهم بأنهم ما عندهم ما يدير لهم وأنهم إذا ما قدروش يدافعوا على المدينة فما عليهم إلا يخليوها ويجيو في حالهم. عليها بعث حاكم المدينة البرتغالي للسلطان سيدي محمد بن عبد الله باش يوقف الضغط 3 أيام تيخرجوا منها البرتغاليين. السلطان وافق بشرط أن البرتغاليين منسحبين ما ياخدوا معاهم والو من غير حوايجهم اللي لابسينها. فكيقولنا الناصري في كتابه أنهم لما يأسوا قتلوا الماشية ديالهم وأحرقوا الأثاث والفراش ودفنوا البارود اللي عندهم في الإحياء ديال المدينة وركبوا سفنهم ومشاو وخلاو شخص واحد وراهم فقط اسمه بطرس. مهمته الوحيدة كانت هي إشعال البارود اللي مخبي في الحوام، وفعلا لما دخل المغاربة إلى المدينة انفجر البارود وقتل بطرس طبعا ومعه 5000 من المغاربة. عليها المدينة بقى اسمها المهدومة لمدة طويلة إلى أن مرت الأعوام وجاء عصر السلطان عبد الرحمن بن هشام وعاود بنها وسمها الجديدة. لكن إذا بقينا في الزمن ديال تحريرها فالبرتغاليين اللي أبحروا خارجين من مازاغان ما قدروش يعيشوا في البرتغال مدة طويلة وهاجروا المرة الثانية للجهة المقابلة من المحيط للبرازيل، فين بنوا مدينة جديدة سموها حنينا لمدينتهم الأم مازاغاو، وهي بقى كاينة لغاية يومنا هذا في الجهة المقابلة في القارة الأمريكية. ما حدنا في أمريكا كيفاش قضية أن سيدي محمد بن عبد الله هو أول من اعترف بهم، وشنو السبب اللي خلى أصلا دولة في شمال إفريقيا تعترف بدولة في شمال أمريكا؟ أجي نعود لك تسلسل الأحداث ونتحكم. في البحث المنشور في مجلة الأكاديمية المغربية عدد 26 المؤرخ عبد الهادي التازي كيعطينا تسلسل الأسباب اللي أدت لاعتراف المغرب بالولايات المتحدة، وكيقولنا أنه عام وراء إعلان الأمريكان عن استقلالهم في 4 يوليوز عام 1776 صدر عن السلطان سيدي محمد بلاغ خطير يحمل تاريخ 10 شتنبر 1777. هذا التصريح اللي كيسميه المؤرخ بتصريح مكناس هو عبارة عن رسالة أرسلها السلطان المغربي للملك الفرنسي لويس السادس عشر، كيحكي له فيها على سفينة فرنسية حصلت عندنا في ساحل الصحراء المغربية وأنقذها المغاربة، لكنه أيضا كيلخص فيها المبادئ الإنسانية اللي كيلتزم بها المغرب، وكيدعو باقي الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة للالتزام بها. 3 شهور من بعد صدر بلاغ رسمي في 20 جمبر عام 1777 كيرحب فيه المغرب بالأسطول الأمريكي، وفي 6 شتنبر عام 1779 التاجر الفرنسي إتيان دوبير غادي يقوم بمراسلة الكونغرس بتكليف من السلطان المغربي ويقترح تسريع العمليات والترتيبات الخاصة بإبرام اتفاق بين الطرفين. جواب رئيس الكونغرس جاء بعد عام في جمبر عام 1780، وقال فيه أن أمريكا راح قابقي بصدد تعيين ممثل لها للتفاوض مع المغرب، لكنه لم يحدد التاريخ وخلى الأمر مفتوح، الشيء اللي خلى المغاربة حيث ما كانش اتفاقية مازال يعترضوا سفينة أمريكية في 1 أكتوبر عام 1783 ويقتادوها أسير للشاطئ، وهي الحاجة اللي خلت الكونغرس يستعجل المبعوثين الأمريكيين في أوروبا لتوقيع اتفاقية سلام وتجارة مع المغرب.
وصل السفير الأمريكي إلى المغرب 19 يونيو عام 1786، ومن غير أنه كلف بإبرام اتفاقية مع المغرب فهو كلف أيضا بكتابة تقرير عليه. التقرير ما زال كين ليومنا هذا، وفيه يوصف السفير السلطان بأنه شخص حريص على جمع الثروة وتوزيعها وأن حكمه مطلق، لكنه يقول أنه يتصف بالعدل وأن حكمه ألين حكام الدول المجاورة. جرت المفاوضات في مراكش وتم وضع طابع الملكي عليها يوم 28 يونيو عام 1786، وراها أرسل السلطان في نفس اليوم رسالة إلى رئيس الكونغرس يؤكد فيها تأسيس الصلح والمهادنة بين الدولتين. صدق الكونغرس الأمريكي على هذه المعاهدة يوم 18 يونيو عام 1787، وقام رئيسه بإرسال طلب رسمي إلى السلطان سيدي محمد باش يتوسط لهم مع باي تونس وباشا طرابلس، مؤكدا له أن الشعب الأمريكي غادي يبقى مدين المغرب. جواب السلطان ليه كان في 17 غشت عام 1788، في رسالة شهيرة كاينة في الأرشيف الوطني بواشنطن، كيأكد فيها السلطان الصلح وكيطمئن الأمريكان وكيقول لهم أنه فعلا راسل طرابلس وتونس، وهو الشيء اللي جاوب عليه الرئيس جورج واشنطن في 1 دجنبر عام 1789 برسالة شكر محفوظة أيضا في الأرشيف. لكن على ما وصلت الرسالة كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله توفي 9 أبريل عام 1790. الحقيقة هي أن السنوات الأخيرة من عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ما كانتش كاملة مزيانة. في عام 1775 ثار ابن السلطان المولى يزيد على باه، دخل إلى مكناس بيعه العبيد، لكنه لما أرسلت إليه الجيوش انهزم أمامها والتجأ خوفا إلى ضريح مولاي إدريس. السلطان من بعد عفى عليه حيت عاوتاني كيبقى ولده، وباش يحسن زعما من أخلاقه أرسلوا إلى الحجاز يحج ويتفقه في الدين، لكنه عوض ما يهديه الله ويتوب اعترض موكب أرسله السلطان وسرق منه الفلوس اللي فيه اللي كانت موجهة لأشراف مكة والمدينة. غضب السلطان من ولده، الشيء اللي خلى الابن يبقى خوفا يدخل المغرب الى غايه السنوات الاخيره من حكم باه. تتقد الامور دابا؟ لا، ثوره الابن كانت غير مقدمه لمشاكل اكبر. في كتاب تاريخ الاوبئه والمجاعات الكاتب السي محمد الامين البزاز نقدر نقراو انه بين اعوام 1776 و1782 كانت مجاعه في المغرب سماتها المصادر المغربيه المجاعه الكبيره، وغير من اسمها نقدر نعرفه أن آثارها على المغاربة كانت مهولة. الكاتب كيقولنا أن أحد أهم أسبابها بالإضافة للجفاف والجراد هو تصدير القمح بكثافة للخارج اللي كنا هضرنا عليه قبيلة، عوض ما المغاربة يشريو من بعضهم ويخزنوا المحصول لسنوات جاية من أجل الثمن أفضل اللي كانوا كيديروا ديما. المحاصيل في ديك الأعوام تباعت كاملة للأوروبيين اللي كانوا كيعطيو ثمن أعلى من المشتري المغربي. إذا بغيت نبسطها لك فالمعنى هو أنه من اللي جا الجفاف ما كانش كاين في البلاد قمح يقدروا الناس يشريوه حيت كلشي تبع برا. الناس عندها فلوس لكن ما قادرين يشريو بها والو حيت أصلا ما كاين والو يتشرى. مات المغاربة في البوادي والقرى، والمؤرخين المغاربة والأجانب كيحتفظوا بقصص مؤلمة ديك الفترة، كما كيحتفظوا للسلطان سيدي محمد بن عبد الله بزاف د المبادرات اللي كتبين قداش أنه كان إنسانيا مهتم بالشعب ديالو. دفع من جيبه، اشترى تموينات من الخارج، اعطى الناس اغذية واكل بدون مقابل، وحاول ينقص من معاناة شعبه. السلطان سيدي محمد بن عبد الله من السلاطين القلائل اللي نالوا الاعجاب في الداخل وحتى في الخارج. مصادر متعددة ومتفرقة كتأكد انه كان كيف دي اسرى في اوروبا ما عنده تربح معهم غيحتهم مسلمين. السفير الامريكي توماس بيركلي اللي وصل المغرب في اواخر عهده كيقول في تقريره انه ما كان عنده حتى اسير واحد. السلطان المغربي اعطى فلوس للامبراطورية العثمانية غير حيت هو قدر ان حاجتها لهم اكثر من حاجته هو لديك الفلوس. كان عالم فقيه، كتب كتاب توجيه للأساسدة والفقهاء اسمه مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان باش المعلمين يعرفوا شنو يقروا لطلاباتهم. الكتاب باقي موجود حتى لدابا. المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان مغرب قوي بالتجارة ديالو بعلاقته، لكنه ما كانش مغرب مؤسسات، كان مغرب مرتبط بشخص واحد، عظمته مبنية على عظمة وعلم شخص السلطان. حيث السلطان كان إنسان عادل وحازم ومتدين وسياسي ممتاز، المغرب كان ماشي مزيان، لكنه من اللي مات في 9 أبريل عام 1790 انهار كل شيء وغرق المغرب في حرب أهلية ثانية بين أولاده.
في وقت على برا كانت الثورة الفرنسية كتغير العالم. نهضروا على هادشي في الحلقة الجاية، لكن دابا قل لي انت شنو بالك؟